Hi, this is Khalil Munji from the Haygnawa Festival. We are in Essaouira and today we're gonna meet Ma'alem Siddiq El Arch to talk about the history of Gnawa. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله السلام. معلم كي داير مع الصحة؟ بخير. الله يحفظك معلم. نهار كبير هذا. الله يحفظك معلم. إيوا هي روحانية من الأصول ديالها لأنه كنديروا الفاتحة وكنقراو شوية ديال القرآن هو الأول باش تتيسر الأمور هي الأولى. وكنديروا الفاتحات مزيانين تنذكروا فيهم الله والنبي وتفتقنا عندنا صلاه عن النبي التالية تنديروها وصلاه عن النبي ربانيه فيها تنذكروا فيها الله والانبياء وكنذكروا فيها المرسلين وهذا الشيء اللي كاين في تقناويت وهي تقناويت خرجه للعيالات للنساء هما اللي كيجدبوا وهما اللي كيطيبوا وهما اللي كيقوموا الليله هما الرجال غير تيضربوا قناوة دابا تاول الرجال ولاو كيجدبو ودابا قوة التقناويت دابا ماشي كيف كانت بكري بكري كانت التقناويت لأنه ما كانش الآلات الموسيقية بزاف كان غير القنبري وكانوا حماد شا وعيساوة و الموسيقى اللي هي تراديسيونيل ولكن كل موسيقى عندها النوع ديالها وعندها لي زانسترومون ديالها عندها الالات ديالها باش كيضربوها ما دابا كاين لي جيتار كاين كلشي كاين الهيب هوب كاين الريغي كاين 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 ولكن تقناويت تتبقى ديما تقناويت وتقناويت هي تقناويت نقولو تتخدم الليل كامل لانه فيها سبعة ديال المحلات وكل محلة فيها سبعة ديال الطروح سبعة بسبعة 49 طرح اللي كاينة هادو غير من دوك الملوك اللي كيجذبو فيهم الناس عاد كاينة النكشة كاينة صلاة على النبي ولاد بامبرا كاينين ولاد يقبا كاين العريبي هادشي كيكون في الأول كتكون العادة بالطبولة حتى هي واللعب ديال الطبولة وهادشي كامل كيذكرو فيه غير الله والنبي والمرسلين وتقناويت كانت بكري نقولو كانت تخدم بالنية كانوا قناوة كيخدمو الناس اللي هما مراض او ما مرضش يعني كانوا الناس كيديرو تقناويت لانه فيها واحد الفائدة مزيانة بحال مريض بحال ما مريض وروحانية سبيريتويل دابا حتى النصارى دابا كيعرفوها مني كيسمعوها حتى هما كيتحيروا حتى هما كيجذبوا حتى هما فيهم الحال عزيز عليهم تا قناويت شوف المهرجان شحال ديال النصارى كيجوا دابا كيكونوا الليلات في الفيستيفال كتكون لاسين كيكون بزاف ديال المسائل ولكن قناوة تراديسيونيل تقليديه هي الليله كاينه الليله وكاين الموسم فيه 3 ايام وكاينه النشرة فيها 7 ايام كل ليله كضرب محله وتقناويت كانت سيدي كان عندها النمط ديالها عندها الغنى ديالها بالنمط ديالو وما كانش فيها العربيه بزاف هي شلحاويه بالعربيه فيها الشلحه كانوا كيغنيو بزاف بالشلحه يعني دابا كاينين شي طروح دابا الدراري ما كيديروهم شي ولكن كاينين بحال اللي جيت نقول لك دابا اين انا باتين باركو باتي بتوبا اين انا باتين باركو باركو با سامبا هادي دابا راه غير تشلحيت قولهم برايك زيني قولهم برايك زيني قولهم برايك زيني قولهم برايك زيني يي يي جولان كايا الله اكبر جولان كايا يا جولان كايا الله اكبر جولان كايا ايوا الحمد لله دابا راه الموسيقى راه مزيانه القناويه راه الدراري دابا كيخرجوا للخارج وراه كاين الشباب وكاين التشبيب تبارك الله وكاع كيخدموا مزيان ايوا كنتمنوا لهم مستقبل ان شاء الله مزيان الله يحفظك المعلم الله يطول عمرك ومرحبا مرحبا ان شاء الله
السلام عليكم. الله يحفظك. مرحبا.